المتوهم اللي يعتقد بأن الصراع انتهى داخل البيت السياسي الشيعي بعد استقالة النواب الصدريين. هناك مجموعة عوامل وقراءات تشير إلى استمرارية هذا التخاصم. أولها أكو لعبة أرقام داخل مكونات الإطار التنسيقي هيعقد المشهد حول صاحب الأولوية لاختيار رئيس الوزراء المقبل، حيث تشير مصادر إلى أن الفتح حترتفع مقاعده إلى 44 مقعد، في حين دولة القانون حيحصل على 40 مقعد أو أقل من ذلك، ما يعطي للفتح اليد الطولة في التحكم بالمشهد المقبل. ثانيها الخلاف واختلاف وجهات النظر بين الجبهتين اللي ذكرناهم في البداية حول الاستقالات الصدرية، بحيث يختلف رأي العامري عن المالكي بهذا الأمر. فالأول مع أولوية استنفاذ كل الوسائل لإقناع الصدريين بالعدول عن قرارهم الأخير، بينما الثاني يرى أهمية المضي بباقي الإجراءات لاستكمال تشكيل الحكومة. أما ثالث الحسابات اللي حيعقد المشهد السياسي الشيعي هو اصطفاف الصدريين إلى الشارع، واللي من الأساس دا يغلي على الطبقة السياسية، وهذا الموضوع بعده دا يقلق الإطاريين. بالمقابل حوارات تشكيل الحكومة تنتظر جولتها الإطارية اللي استعدت بلجان تفاوضية تقابل شركاء الصدر في تحالف إنقاذ وطن، طبعا قبل الاستقالة كان هذا المسمى، عاد ما نعرف بعد الاستقالة حيبقى له لا. لكن الديمقراطي الكردستاني مصر ويؤكد على بقاء ترشيح السيد ريبر أحمد لرئاسة الجمهورية، وهذا كان بتصريح خاص أنه اليوم. وهذا اللي يخلينا طبعا أيضا أن ندخل بهواية تكهنات وتساؤلات حول شكل التحالفات الجديدة، لو هناك إمكانية إعادة النواب الصدريين إلى مقاعدهم رغم تأكيد السيد على المضي بالاستقالة، خاصة مع الحديث عن محاولات بعض الأطراف السياسية إقناع السيد مقتدى الصدر بمبادرة حل. المهم هسه لعبة أرقام وضرب تحت الحزام أو اتفاق ووئام ومبادرة تلم الشمل وتنهي الخصام، كلها تنتهي عند قضية معينة، هو أن السياسة بالعراق قبل تشرين، هنا نقصد ثورة تشرين، تختلف عما بعدها، لأن ثورة تشرين هي التي غيرت الموازين، بمعنى أن شكل الحكومة والمرشح على هرم السلطة هو اللي حيحرك الشارع والجماهير أو يخرج الجماهير من جديد.